ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم بقواعد اللام الشمسية والقمرية. اللام القمرية هي اللام التي تكتب وتلفظ مثل المعلمة، الكتاب، القمر. اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تلفظ مثل الشمعة، النور، الطلبة. صنف الكلمات التالية إلى لام شمسية وأخرى قمرية: العصفور، النشيد، الممرضة، الصف، الصباح، المياه. أطفالي الأعزاء، لا تنسوا دراسة قاعدة اللام الشمسية والقمرية وحل الواجب صفحة 4 من الدوسية. إلى اللقاء.